عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعي قناة الهداف. إذا أزل الستار عن القسم الثاني للهواة بشقيه وسط شرق ووسط غرب، وتمكن كل من فريق اتحاد خنشلة عن مجموعة وسط شرق من تحقيق الصعود إلى حظيرة الكبار، بينما في مجموعة وسط غرب تمكنت مولودية البيض من تحقيق صعود تاريخي لها إلى حظيرة الكبار. وما دام أننا نتحدث عن القسم الثاني للهواة، هذا يقودنا للحديث عن أبرز اللاعبين الذين تألقوا هذا الموسم في القسم الثاني، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين هو هداف القسم الثاني في مجموعة وسط غرب، هداف نادي وداد بوفاريك عبد الملك مفتاحي، الذي تمكن من إنهاء الموسم في صدارة الهدافين. ابقى معنا لتعرف أكثر على هذا الهداف. في البداية عبد الملك مفتاحي، نشكرك لتلبية الدعوة وأيضا لاستضافتنا هنا في بيتك العائلي. السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في المنزل، شرف لي كبير وين تكون قناة الهدف في المنزل. إن شاء الله نكون خفاف عليكم ومتابعين، إن شاء الله نكون خفاف عليهم. مفتاحي، نتحدث بداية الحوار سنتحدث عن تألق تاعك هذا الموسم، يعني تألق ملفت للانتباه في القسم الثاني للهواة، تمكنت من تسجيل 19 هدف، أنهيت الموسم هدافا لمجموعة وسط غرب. حكينا شوية على الموسم هذا وعلى التألق هذا تاعك هذا الموسم. شو ما يخفالكش، دوكا أنا لقيت راحتي بزاف في وداد بوفاريك، وين العام اللي فات تاني كنت من ابرز العناصر في المجموعه، وين تمكنت من هدف الفريق الموسم الماضي، هدف فريق وميور باسر. هذا العام وين عاود لقيت راحتي، عاود زدت جدت في وداد بوفاريك، وين كان عليا ضغط كبير باش نكون توجور في الطوب، مي الحمد لله هذا العام ديسيديت باش نكون ملي ميور بيتر في شامبيونا، كما كان الحال بفضل تاع الله والخدمه وتاع اصحابي اللي عاونوني بزاف، وين حققت هذا. بالنسبه لي هذا نعتبره انا يا تيتر ليا، وين نتشرف بزاف نكون هداف البطوله. التنافس على لقب هداف البطوله هذا الموسم كان شديد للغايه، كان هناك العديد من المهاجمين المتألقين في القسم الثاني. نتحدث الان على مجموعه وسط غربي نشط فيها نتايا، كان هناك سيد علي يحيى شريف مهاجم رائد القبه، وايضا جوشي مهاجم فريق نجم بن عكنون، وايضا فيه مهاجمين اخرين. انت اعتليت صداره الهدافين، كيفاش كانت هذه التجربه بالنسبه لك، وشنو هي العوامل اللي خلاتك انت تتفوق على هؤلاء المهاجمين، رغم انك انت ما فريق وداد بوفاريك هذا الموسم لم يتنافس على ورقه الصعود؟ وين نشكرهم بالمناسبه، سورتو حميد جوشي وعليل يحيى شريف وفارس عمران، بلا ما ننساوه، من فارس عمران مين كان منافسه شرسه. سورتو ما نكذبش عليك، دوكا حنايا دوكا كيكونوا نلعبوا كي يخلصوا لي ماتش نبداو نسخسيو شكون ماركه، حنا المهاجمين هذه هي اللي خلاتنا شغل ننافسوا بشده الهدف بطوله. الحمد لله وين البارح حققت هدف بطوله البارح في مقابله اخيره، نشكرهم على المنافسه ونبلغ لهم التحيه تاعي من هذا المنبر. شحال كانت الحصيله التهديفيه كامل تاعك في الموسم الحالي، الاهداف والتمريرات الحاسمه؟ شوف الاخ، هذا العام لالي كملت ماركي 10 اهداف، 10 اهداف و4 لي باس، وجبت 3 بيناتي. ومن بعد ما يخفالكش دوك المهاجم كيتبليسه شويه اللي يعاود المرضو تاعو باش يعاود يولي للريتم اللي كان فيه شويه واعره، من انا تلقيت صعوبات شويه مع في لا فاز روتور، جاتني اصابه بعدتني 6 مقابلات على الميادين،
مي الحمد لله الحمد لله كي عاوت وليت من الاصابه حققت واش كنت حاب، والروتر هذاك اللي كان عندي في الاهداف عاود حققته بالخدمه وبالسيريو تاع المجموعه كامل. مادام منبر نحيو انصار وداد بوفاريك اللي داروا فيها ثقه كبيره. الحمد لله يا ربي، هذا كامل بفضل الله والخدمه والسيريو. خويا عبد الملك المساعي يقولوا انه مهاجم باش يتالق في القسم الثاني صعبه جدا وربما حتى اصعب من القسم الاول. قولك عطاكم في ناسيونال دو المهمه تاعو واعره، قولك باسكو الخشونه، الحكام ما يحميوهاش، لي ديفونسور يعني يلعبوا بزاف بخشونه. واش تقدر تقول لنا انت اسكو هاد العفسه لقيت انت صعوبات في ناسيونال دو بزاف؟ شوف ميغ في دوزيام ديفيزيون تكون جان قدام الناس صعيب عليك، ماشي كيما القسم الاول من تكون جان في القسم الاول كي تطلع تلعب بالانصار، اللعب مفتوح وين يبرهنوا لي جوار في ناسيونال. ناسيونال دو شويه بوكو بليس على لي جان هذيك، شغل تجيهم واعره في الديبي. مي دوكا واحد كيكون عنده ليكسبيريونس كيما انا شويه هكذا، عندي ليكسبيريونس في ناسيونال دو وين لعبت في ناسيونال دو مع نادي بارادو، مع شباب بجايه، مع وداد بوفاريك. عندي شويه ليكسبيريونس هذيك وين توجور تكونسونطي على الخدمه تاعك ودير اوبجيكتيف في راسك باللي كل ما تدخل تسجل الاهداف. الحاجه الاولى اللي ديرها في بالك كي تكون راح تلعب ماتش تفكر باللي انت مهاجم اللي تسجل الاهداف. مي الحمد لله يا ربي كيما يقول هذه يا ربي شغل ربي ما يخيبش الانسان اللي يكون طامح يوصل لحاجه. هذه هي خويا. شنو هي الامور اللي خلاتك انت وعاوناتك، العوامل اللي ساعدتك بزاف هذا الموسم باش تتالق في ميدان بوفاريك وتسجل 19 هدف؟ العامل الاول وين لقيت راحتي في الفريق تاع وداد بوفاريق، لونتوراج اللي دايرين بالفريق كامل شغل دايرين فيا لا كونفيونس، توجور يدعموا فيا. هادو هما العوامل سورتو كي تكون مهاجم تكون داير بعباد يحبوا لك الخير وانصار يحبوك، اللاعبين في الميدان تاني كي يحبوك تماركي وكدا توجور. هذه هي العوامل الاولى اللي نيبورت واحد يتالق، ماشي زعما انك شغل راني سبه في كي تالقت هذا الموسم. كي تكون العوامل هادو حاضرين كامل اللاعب المهاجم يتالق. شنو هي المميزات تاع عبد الملك المفتاحي؟ ربنا بلي كاين بزاف مهاجمين يعرفوا يلعبوا بالراس، نقطه القوه تاعهم هي الكرات الهوائيه، كاين مهاجمين اخرين عندهم مميزات تاعهم يعني السرعه ربما. شنو هي ابرز الميزات تاع عبد الملك المفتاحي؟ الابرز انا من المهاجمين اللي نحب نلعب بزاف بالبالون، وين كنا من ذاك نكون ميلحقنيش بالون 18 نخرج نحوس على البالون باش نعاود نجيبها. كما ما يخفالكش البارح سجلت هدف تاع شغل تاع واحد ميليو تيرا ريكيبيراتور جبتها من السونتيريت، سجلت هدف جميل. واش راح نقول لك، من المهاجمين انا اللي نحب نلعب بالون ونحب نماركي. بعد تألق هذا الموسم في القسم الثاني اللي هو دون شك عندك طموح، واي شخص في مكانك ولا اي لاعب في مكانك يكون عنده طموح باش يطلع المستوى ويوقع في الرابطه الاولى. بيان سور دوكا جميع اللاعبين يحبوا يكونوا في مستوى احسن من اللي راهو فيهم، وانا يا شغل خدمت هذا العام سورتو هذا العام سوفريت باش نكون في الوضعيه هذه اللي راني فيها دوكا. ان شاء الله من القدام واحد يخدم باش يزيد يحقق اكثر، وان راني حاب نوصل لدرجه وين نشوف النيفو تاعي وين راه واصل سورتو في القسم الاول. ان شاء الله هذا منبر ان شاء الله واحد مع هذا لي فاكونس اللي عندنا شويه يزيد يخدم باش يكون واجد لاي حاجه ان شاء الله. بصراحه التالق تاعك هذا الموسم في القسم الثاني نهائك البطوله في صداره الهدافين دون شك جلب لك اهتمام العديد من الانديه في القسم الاول. وي دوكا هداف تاع البطوله معروف هداف البطوله تاع القسم الثاني، توجور تلقاه يسيني في فريق محترم في بريمير ديفيزيون. انا والله ما شو نقول لك دوك، مازال باش نحكي على هادو الصوالح وين كانوا عندي ديجا، كانوا عندي بزاف عروض في الميركاتو الشتوي وين قررت البقاء في وداد بوفاريك. كيما كنت نحسب لها الحمد لله يا ربي اللي كملت في النيفو تاعي وين
تألقت وسجلت عديد الأهداف. يعني بصراحة الآن أسكت لقيت عروض وصلتك عروض من أندية في القسم الأول، حتى يعني وإن على بالنا بلي ربما ما تحب تذكر أسماء الأندية إلى حد ساعة. والله مشي والله عندي أحد قبل ما تخلص شامبيون دو ماتش كانوا عندي عروض من القسم الأول وفرق محترمة تلعب بالأدوار الأولى، الفرق تلعب بالأدوار الأولى في القسم الأول. مازال ما خممش، مازال ما ديسيديتش، دوك نريح شوية ونخمم وين نمضي إن شاء الله. لما لا إن شاء الله تانيك الاحتراف، وين كان عندي عروض زوج عروض خارج الوطن، وين عندي مدرب دوك نحكي لكم على العرض هذا، عندي مدرب كان مدربني في البطولة الإماراتية، وين اتصل بيا أمس وين عرض عليا باش ننتقل الفريق تاعو في النادي الاماراتي الدرجه الثانيه، يلعبوا الدرجه الاولى تاعهم، يلعبوا الصعود. هذا العام ما صعدوش هذا العام، ان شاء الله من القدام نخمم وندير بون شو ان شاء الله. يعني الى حد ساعه بالمالك مفتاحي لم يقرر الوجهه تاعو بيان سور، دوكا مازال القسم الاول، مازال الشامبيون مازال ما خلاصتش. احنا القسم الاول خلصت البارح، القسم الثاني خلصت البارح الشامبيون، دوكا كي تخلص الشامبيون تاع القسم الاول واحد يريح لازم مع راسو مع لا فامي مشاوره، وان شاء الله نخيروا بون شو نشوف وين الفريق اللي نلقى فيه راحتي ونمد الاضافه المرجوه مني. باش نكونوا صراحه، يعني كان هناك كلام كثير عنك في أندية محترمة في القسم الأول، على غير ربما شبيبة القبائل وأيضا شباب قسنطينة وأيضا فريق علم الجزائر العاصمة. أسكو أنت يا في راسك عندك وجهة مفضلة لك تلعب فيها، فريق مفضل في راسك تحب تكون فيه، تشوف أنه يبالك يتلائم على الإمكانيات تاعك مع طموحات تاعك؟ شوف كاين هضرة سيفري، أنا بصح ملحقني حتى الأوفيسيال من هذو الفرق، بصح سمعت باللي كاين هضرة كيما شبيبة القبائل، سمعت هضره قال لك المهاجم تاع وداد بوفاري، مي انا حاجه رسميه ما كاش. ان شاء الله احنا مادا بينا هادو فرق اللي ذكرناهم فرق كبار، سورتو شبيبة القبائل، شباب قسنطينه، مولد الجزائر، هادو فرق كبار. الشرف لينا، الشرف اي لاعب يتمنى يكون في صفوف هذه الفرق. انت بصراحه بما المفتاح تشوف انه راك قادر باش تواصل التالق، راك قادر تبرز في القسم في الرابطه الاولى. دوكا واش نقول لك، قادر ولا ماشي قادر؟ بيان سور واحد اللاعب توجور يكون طموح باش يحقق واش حق في القسم الثاني. شفنا لاعبين بزاف يجوا من القسم الثاني يتالقوا، على غير عندي زملاء تاعي العام اللي فات كانوا معايا في وداد بوفاريك، توقي بدر الدين اللي راهو يتالق في مولد الجزائر، بورنان صديق اللي مازال يزيد يخدم باش يلحق للنيفو تاعو اللي نعرفوه. سورتو صديق بورنان في مولد الجزائر يسحقوا واحد كيما صديق بورنان كي يعاود يولي للنيفو تاعو. ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله. انت يعني بصالح، انت ربما كانت عندك من قبل تجربه في الرابطه المحترفه الاولى على ما اظن مع فريق اهلي البرج، وين كنت نجحت وين فرضت نفسك مع هذا النادي وكنت سجلت الكثير من الاهداف، ولا ما خانتنيش الذاكره في المباريات الاولى من الموسم كنت هداف البطوله. بعد ذلك واش صار؟ شوف في اهلي البرج تاني كنت في وداد بوفاريك، تالقت كثير في وداد بوفاريك، وين كان نشكره بالمناسبه انيس بن حمادي اللي كان بريزيدون تماك، مدلي عرض محترم، سينيت في اهلي البرج باريج طلعوا هذاك العام بريمير ديفيزيون، نتاسفوا الوضعيه اللي راهم فيها اللي زادوا حبطوا للتروزيام ديفيزيون. اهلي البرج واش نقول، بالمناسبه نشكر خوزي ماريا تاني مدرب الاسباني اللي كنت نخدم معاه في نادي بارادو، وين تنقل اهلي البرج واتصل بيا تاني، وين خدمت شو نقول لك الالي جوست وبيان. كي تبدل المدرب خوزي ماريا اللي ما على باليش جا مدرب واحد اخر، بالك ما دخلتش في الخطط التكتيكيه تاعو، وما يخفاكش انا مهاجم، دوكا تدخل في التكتيك ولا ما تدخلش، كي تكون مهاجم تلعب. ونظن باللي هذيك هي المسيره تاعي، نحسب المسيره تاعي في اهلي البرج
الي كشغل جوستو 60% الروتور كيما نقولوا جوستو واحد 10% بفضل. شوف انه غير طبيعي انتو انه مهاجم هداف الفريق مباشره يعني تغير مدرب يجي مدرب اخر ينحي هديره. دوكا والله ما نحب نتكلم عن المدربين، نشكرهم تامل اللي خدمت عندهم. بالك هذه هي كرة القدم، تكون تجي مدرب وين ما تساعدوش، هذه هي كشغل تقبلتها هذه، وكنت كشغل كنت حاب ندير مكتر واش كنت في برج باريج، كنت حاب نكمل الروتور نلعب الروتور لنمد نبين النيفو تاعي المدرب، ما عطانيش فرصه باش نظهر له الامكانيات تاعي هذاك الوقت. ماغريتو كان يسمع باللي انا هو هدف الفريق، والحمد لله يا ربي شغل مكاتب الله، واحد ما يقول مكتوب ربي وما يحصل. دوكا واحد الانسان ما يحصل في مدرب ما والو، كي يكون لاعب هو يعرف الحاجه اللي خلاته باش ما ينجحش في هذيك الفريق يخليها لروحو. المدرب غير سبه واللاعب غير سبه والرئيس غير سبه، النيفو تاعك هو اللي يحكم في ارضيه الميدان. عبد المالك يعطيك بعض الاسئله صغيره، انت بصفتك قلب هجوم، شكون هو المهاجم الجزائري ربما في خارج الوطن او في البطوله الوطنيه اللي تعجبك طريقه اللعب تاعو؟ شوف انا توجور لاعب محلي، وانا نشوف انا جوار بريفيري عندي في الجزائر وين اسلام سليماني يعني قعد قدوه بالنسبه للكثير من اللاعبين بصفه عامه وخاصه المهاجمين. بيان سور اسلام سليماني غني عن التعريف، وان خرج من البطوله الجزائريه من فريق عين بنيان لفريق شبيب تشراقه لشباب الوزال سبورتينغ، شرف كبير للاسلام سليماني والجزائر بصفه عامه. نشكره واش قدم المنتخب الوطني. وفي البطوله الوطنيه هذا الموسم هل هناك مهاجم لفت انتباهك ولا في البطوله؟ كاين مهاجمين، انا عندي واحد العامين كنت في نادي بارادو، ثلاث سنين كنت في نادي بارادو، كان مهاجم يلعب في ليجان وين كان قوي جدا، كان يقدر يلعب معنا، والحمد لله دوك نشوفه متألق. نهضر على نادي بن بوعلي وين كان لاعب تحس باللي لاعب او جاي مهاجم كبير للبطولة الوطنية. الحمد لله شغل هذاك هو اللي لفت الانتباه تاعي ويميريتي وشاو داير كامل في الشامبيونا. بلا ما نساو هشام مختار تاني اللي راهو هو وسامي فريوي اليوم هدافين البطوله الوطنيه الاولى، وين نقول لهم هذا منبر يزيدوا يكملوا على هذا المنوال باش في البطوله الجزائريه يكونوا عندنا مهاجمين اللي قدروا يتكلوا عليهم في المستقبل. مادام انك انت تحدثت على المهاجم نادر بن بوعلي، الكثير بما انه مهاجم شاب يبلغ من عمر 22 سنه، الكثير يتنبا انه هذا المهاجم حيكون ربما مستقبلا في المنتخب الوطني الاول ولا يدخل ضمن مخططات الناخب الوطني ويعتبره انه هو مستقبل هجوم المنتخب الوطني. وي انا نهضر هذيك شغل الناس ثاني برا كامل يهضروا على هذه الهضره، البروفيل تاعو تاع مهاجم كبير. ان شاء الله نتمنى له التوفيق ان شاء الله. شكون هو النادي المفضل تاعك دوليا؟ ريال مدريد. دون شك انه ما دام انه ريال مدريد هو الفريق المفضل تاعك في العالم، دون شك انه افضل مهاجم حيكون كريم بنزيما. بنزيما. وش رايك في المستوى اللي هو يقدم فيه هذا الموسم؟ يعني مستوى خرافي. ما نقدروش نتحدثوا احنا عليها، نهضروا على كريم بنزيما، كاين مهاجم عظيم جدا بالنسبه لي افضل مهاجم في العالم. الى الان الكلام مفتاحي، نشكرك على كل حال على الصراحه تاعك وهذا الحوار الشيق ديالك معنا، نترك لك المجال باش تقول لنا كلمه قبل ما نختموا على الحوار. بون ان شاء الله نكون خفيف عليكم في هذه الحصه، ونشكروا كامل الانصار وداد بوفاريك واللاعبين تاع وداد بوفاريك، اداره اللي جوزنا عام شويه صعيب، بلا ما نساو الزملاء تاعي اللي
زملاء تاعي اللي عاونوني بزاف هذا العام، سورتو القائد كريم اودني وين وقف معايا في كلش، وين توجور كان يبوسي فيا القدام باش ندي هدف البطوله. هذا المنبر نشكر كريم اودني ونقول له معستك ليا كبيره.